السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا خلايا النحل. شنو غادي نحتاجوا لخلايا النحل؟ عندنا 500 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات، عندنا 150 مليلتر ديال اللبن، عندنا 70 غرام ديال السكر، عندنا 40 غرام ديال الزبده، عندنا جوج شاسيات من 7 غرام يعني 14 غرام الخميره ديال الحلوى، عندنا جوج شاسيات من السكر فاني من 7 غرام يعني 14 غرام، عندنا معلقة صغيرة ونص تاع الخميرة الفورية، عندنا معلقة ديال الملحة، عندنا بيضة، عندنا الشوكولاط القليل ماشي بزاف، عندنا هنا 6 المعالق كبار تاع زيت نباتية، عندنا الماء دافي للعجينة. هنا انا قلت لكم المقادير بالغرام، دابا غادي نعطيكم المقادير بالكاس العنبة. عندنا 5 الكيسان تاع العنبة ديال الدقيق، عندنا كاس العنبة ديال اللبن، نص كاس تاع السكر، عندنا بالنسبة الزبدة عندنا جوج معالق كبار هكا الزبدة، ما دايباش على حرارة المطبخ جوج معالق كبارين. هنا كنجيب واحد الجبه هنيه كنديروا فيها ديك الخميره ديالنا، كنزيدوا عليها القليل من السكر، هنا غادي نزيدوا عليها الماء دافي وغادي نخليو الخميره ديالنا تتفاعل. هنا الطحين ديالنا راه مغربل، نزيدوا هذه المعلقه ديال الملحه، نزيدوا هاد الشاسيه د فاني، نزيدوا هاد السكر، غادي نزيدوا الخميره ديالنا الحلوه، يعني نخلطوا كل شيء. هنايا غادي نديروا هاد الزبده النص ديالها، معلقه غنديروها دابا، معلقه اللي نخليوها حتى نتلكوا فيها العجينه. هنايا غادي نديروا 4 المعالق ديال الزيت، معلقه كبيره، هنا هاد الكاس هذا ديال اللبن ديالنا غادي نديروه. اللبن ما تجبدوش من الثلاجه وديروه، اللبن يكون على حراره المطبخ. الخميره ديالنا ها هي فسكات، هنا اللبن راه كيساعد على هادشي تاع البريوشات وهادشي تاع الكريصات، وهذا اللبن كيساعد على الخميره باش كيخمرنا مزيان وكيجي في نفس الوقت كيجي لذيذ. هيا دابا غادي نعجنو العجينة ديالنا، هنا راح دخلنا تقريبا نص كاس نتاع الماء اللي دخلنا في العجينة، صافي دابا ما غادي نزيدوش الماء في العجينة. هنا العجينة راح ما كنديركوهاش بالكف، راه حنا كنبقاو غير كنخبطوها هكا، الى تلاحظوا بحال العجينه اللي كنا عجنا في الشفنج والعجينه تاع بوشيار، ولكن حنا راه حنا محتاجين العجينه بحال هكا يعني تكون خفيفه وكتلصق. هنا نقطعوا الزبده هذه ديالنا، هنا غادي نديرها هكا، ندهنها بحال في الكسعه، انا الزبده على حراره المطبخ راه دغيا دغيا كت هكا، غادي ندخل ديك الزبده في العجينه. هنا كنبقاو نجمعو ديك العجينه اللي كتكون هكا في الجناب، كنجمعوها بيدينا،
راني بعد ما درت لها الزبده 5 دقائق وانا كنعاود ثاني كنخطها نتوما راه وريتكم كيفاش. ومن بعد كنخويو يدينا من ديك العجينه وكنغسلو يدينا وكنحاولوا نجمعوها هكا جناب الكصعاب هاد السبانتو ولا هادي هكا ما كنخليوش الكصعاب يعني الكصعاب ديالنا العجينه لاصقة فيها لان هاد العجينه اللي كتكون خفيفه شويه كتقلط اللي كيخدمها غير خصو يعرف كيفاش يتعامل معها راه زعما راه سهله. هنايا هانتوما تشوفوا ها هي العجينه ديالنا راه كتلصق هنا. غادي ندير هاد جوج معالق كبار ما غادي ندهن يدي وكندخل ديك الزيت تحت العجينه. دابا فاش دخلت ديك الزيت تحت العجينه ديك الزيت اللي كتكون هكا بالجناب كندهنها وغادي نغطي العجينه ديالي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وندير لها زيف يعني سخون باش تخمر لنا العجينه ونخليوها حتى تضاعف الحجم ديالها عاد نرجعوا لها. هنا بعد 10 دقائق انتم تشوفوا العجينه يعني انتم تشوفوا كي كانت كتلصق في اليد هي ما كتلصق ما والو. هنا دابا كنشكلوا واحد الكويرات صغارين انتم تشوفوا العجينه قلت لي خامره كدير فيها واحد هكا واحد البويقات هانتوما تشوفوهم. الا شفنا العجينه هادي تلصقنا في يدينا كندهنو غير واحد دهنه خفيفه هكا كنبقاو نديرو نحطو هكا يعني حتى كنكملو الكميه اللي عندنا كامله. هنا بعد ما كملتهم قبضت واحد اللاطا فيها في القطر ديالها 30 سنتيم دهنتها بالزيت وبديت كنحط هاد الكويرات ديال العجينه هانتوما كتشوفوا يعني ما كنحطوش وحده لاصقه حده وحده كنبعدوهم تقريبا بواحد نص سنتيم كنخليو. هنا دابا راه غير فاش حطيتهم راه بحال كيعاود ثاني كيطلع فيهم الخميره وتزحموا شويه اما كنخليو تقريبا واحد نص سنتيم ما بين الوحده والوحده وحنا كنستفوا كنديروا الدوره الاولى الدوره الثانيه والدوره الثالثه. الدوره الثالثه كيجيو هكا فيها ثلاثه في الوسط. هنا دابا غادي نغطيوها ونخليوها واحد 15 دقيقه على ما طلعت فيها الخميره باش نكملوها. هنا كنقطعوا هذا الصفر د البيض غير الصفر كنزيدوا معاه معلقه صغيره ديال الخل وغادي نخلطوها مزيان نخلطوها وندهنوا بريوشه ديالنا هنا غادي ندهنوهم كندهنو وكنحاولوا باش ما نضغطوش عليها باش تهبط لنا يعني غير بشويه. بعد ما دهنتها بالبيض دابا غادي نجيبوا هاد الشوكولاته ديالنا وغادي نديرو هكا في الوسط ديالها يعني وفاش كنديرو الشوكولاته راه حنا كنهبطوه لتحت ما كنديروش الشوكولاته غير من الفوق ونخليوه لا كنهبطوه هكا حتى نكملوها. من بعد ما نكملوها غادي نعاود ثاني ندورو عليهم كاملين نعاودو ندخلو هاد الشوكولاط هذا ديالنا يعني راني كندخلها حتى كنحس بالشوكولاط وصل لتحت ديال العجينه هكا نبقى حتى نكملها. من بعد ما نكملها الفرار عندي شاعل غادي ندير اللاطه من الفوق والعافيه من التحت الا حتى كنراقبو الشهده ديالنا راها طابت هاديك الساعه كنعاود ثاني نهبطوها باش تاخذ اللون. خلايا النحل ديالنا ها هي واجده هانتوما تشوفوا هنايا فاش كنخرجوها من الفران ما كنحيدوهاش ديك الساعه من اللاطه ديالها كنخليوها تقريبا واحد 15 دقيقه عاد باش كنحيدوها وفاش كنبغيو نحيدوها كنشوفوا واحد سبانتو ولا بحال هكا اولا نتاع السيليكون وكنبداو نهزوها هكا الجناب غير شويه يعني كنبداو نهزو غير بشويه كنقعدوهم حتى كنتاكدوا من ما بقاش كاع لاصقه في اللاطه باش نتاكدوا. هانتوما
هي كتمشي وتجي هنا. فاش كنتاكدوا منها ما بقاتش لاصقه عاد باش نديروها في الطبسيل. خلايا النحل ديالنا ها هي واجده، ها نتوما تشوفوا كي تجي من الداخل راه كتجي مجعبه وهشيشه. وهاد الكميه هذه اللي صوبت اليوم راه عطاتني 23 قطعه كلها متساويه. وهذا هو التقديم النهائي، ونتمنى الفكره تعجبكم وتشاركوها مع العائله والاصدقاء. وما تنساوش تحميل تطبيق كويزين ربيعه او مطبخ ربيعه على الهواتف. وبصحه وراحه.